مخلوفي يا مخلوفي يا حبيبي يا مخلوفي. The winner is Ben Shamblin. مرحبا بكم معنا اليوم في عدد جديد من حصه ابطال. اليوم رانا مع واحد من الرياضيين اللي شرفوا الرياضه الجزائريه على العموم ورياضه جيدو بشكل خاص اللي هو البطل الافريقي 11 مره الياس بويعقوب. الياس مرحبا بك معنا في قناه الهداف. السلام عليكم، نشكركم على الزياره هذه تاعكم ومرحبا بكم في مدينه مديه. عرضونا مدينه مديه من التحضيره باش نحضروا للالعاب الاسلاميه. راكم هنا في مديه تحضروا الالعاب الاسلاميه باكو اللي راح تنطلق في 11 مايو ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش راك تقيم التحضيرات لحد الان خاصه بعد ما خرجتوا من البطوله الافريقيه اللي كنتوا حصلتوا فيها كما يقولوا الاخضر واليابس؟ الحمد لله، على كل حال تاهلنا الالعاب، تاهلنا البطوله العالميه للفرق. عندنا بزاف ما تاهلناش، تاهلنا وخدينا عدة ألقاب، تسمى حصدنا الميدالية الذهبية، حصدنا أربعة في الـ في الـ في الـ في الدوكور وثلاثة في الإناث اللي كانت. خدينا المرتبة الأولى، الجزائر خدت المرتبة الأولى، تسمى تغلبنا كنا على 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 مصر وتونس، والحمد لله هذا بفضل التدريبات وفضل تحضيرات الفريق الوطني وبفضل تحضيرات النادي وبفضل التحضيرات اللي نشكر خاصة الفرق الوطنية للتحضير تاع الجيش الوطني الشعبي تاع بن عكنهم، نشكرهم بزاف. الياس الآن أنت في إفريقيا تقريبا اسم كبير ومعروف، راك الله يبارك بطل إفريقيا 11 مرة. الياس لو كان سقسيك نقول لك شنو هي أصعب دورة اللي شاركت فيها في 11 مرة اللي توجت فيها بالميدالية الذهبية؟ أصعب دورة بيقول لي فيها فريمون النيفو كان فريمون هو، حسيت بلي الميداليه كي جبتها المستوى كان عالي مليح. في افريقيا كانت صعيبه، العام اللي فات كانت تغلب عليا المصري، كان المصري ما يخفالكمش ثالث بطل عالمي، وكان تسمى المنافس تاعي تلاقيت معاه 9 مرات في النهائي، 9 مرات وحنا نتلاقاو في النهائي. تسمى يعرفك وتعرفني. يعرفني ونعرفه. كان العام اللي فات كانت بطوله افريقيه في تونس، وانا كنت مأهل للالعاب الاولمبيه، هو كان مأهل وكانوا كانت غادتني كي ربحني، غادتني ربحني نهائي، كنت لازم نخلف الطار، وكي كنت خارج من الدار وحلفت قلت باذن الله ان شاء الله هذا العام، قلت ان شاء الله هذا العام بطوله افريقيه تاعي، وحضرت كما يلزم الحال مع الفريق الوطني ومع النادي ومع الفريق الوطني للجيش الوطني الشعبي اللي نشكره بزاف. وكما كان الحال كي تلاقينا في النهائي كانت صعيبه بزاف، كنت خاسر معاه بزوج انفيرتيسمون وما بقاش الوقت، تغلبت عليه بنقطه 100 نقطه والحمد لله. واتزاري انا واش نقول لكم، انا الياس بويعقوب، الناس ملاح وبطل افريقيا ما شاء الله وقدوه لينا والله يبارك، هو زميل لنا في بيساط من برا ما شاء الله، خونا الكبير، مش نقول لك غني على التعريف. وشنو هو الاختلاف بين بطولة بين الألعاب الإفريقية 2015
وبطولة إفريقيا اللي في جات في مدغشقر في هاد السنة. وفي 2015 هل المنتخب فعلا تأثر بإقالة عمار بن يخلف عشية شد الرحال إلى الكونغو برازافيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا واش نقول لك تسمى كان عمار بن يخلف ما يخفى لكمش، كان عمار بن يخلف ويعقوبي كانوا عملوا معنا صافي عامين هما كانوا معنا، وانت مدرب تاعك كي نحوه في السمانه الاخيره حتى تتاثر ويتاثر الفريق، هذا كان نورمال. تاثرنا وجازت والحمد لله، هذه هي المكاتب. دوكا كل واحد كيفه، كي يكتب له ربي كتب ما كتبلوش ربي يحكم الفريق الوطني، وصراو له مشاكل ومنا، وان شاء الله نتمناو له، ما خير ان شاء الله. الياس الان نروحوا نعود نوليو شويه كذلك لورا. دوره الالعاب الاولمبيه في ريو 2016 كنت خسرت في دور الثمن النهائي امام الاذربيجاني قاسيموف كان بطل اولمبي في هذيك النسخه، ثاني بطل اولمبي، نائب بطل وكان بطل العالم بعد. انت شفت صريح عليك على قناه اخرى كنت قلت فيه باللي الحكام ظلموك في هذاك النهائي. انا ما يخفاكمش كاسيموف هو مصارع قوي وعلى مستوى الدولي مصارع قوي بزاف، وكنت تغلبت عليه انا في الدوره تاع ابو ظبي، هو كان تغلب عليا في الماستر تاع المغرب، وزاد تغلب عليا في الالعاب الاولمبيه اللي كانوا ظلموني الحكام. كان عندي اندار، هو كان عنده اندار وزادوا لي اندارين، واللي راح هو اللي راح لعب مع المصري، تغلب على المصري وراح للنهائي، وهذه مكاتب الله عز وجل الحمد لله. الياس الان بعيدا على البطوله الافريقيه وريو دي جانيرو ونكون عدنا بك شويه لورا، الان وشنو هي التحديات القادمه للياس بو يعقوب ولا الاهداف اللي دايرها الياس بو يعقوب في راسه حاب يحققها؟ الاهداف ان شاء الله لكل كل رياضي يتمنى يكون يتوج على مستوى الدولي، نتمنى ان شاء الله نحصل على مرتبه في البطوله العالميه، وعلاش لا ان شاء الله في البطوله الاولمبيه ان شاء الله. على ذكر البطوله الاولمبيه اولمبياد طوكيو 2020 حتكون ربما اخر محطه لك في مشوارك الرياضي. بالك تكون ان شاء الله، ولا لحقت ان شاء الله، ولا وفقني يا ربي ولحقت لطوكيو، ولا كنت اعتزلت، ولا ما كنتش اعتزلت ان شاء الله. نتمنى تكون ان شاء الله، والتاهل ديالك الان ان شاء الله لو كانت تاهل لطوكيو 2020 الهدف اكيد لن يكون المشاركه باش تشارك برك. يعني حاجه باينه رغبه. شت صريح ديالك كنت قلت فيه انه الحلم ديالك تحقيق ميداليه اولمبيه ولا في البطوله العالميه، وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. الآن رياضة جيدو الجزائري ربما بعد ما كانت النتائج تقريبا متذبذبة نوعا ما في السنوات الفارطة، الآن 2017 ربما ستكون طفرة ولا خطوة عملاقة نحو الأمام في رياضة جيدو. هل ياس بو يعقوب يرى أن الجزائر تملك مصارعين في المستقبل قادرين يحققوا يعني نتائج مثل ما حققها مثلا ياس بو يعقوب، مثل ما كان يعقوبي، مثل ما كان ميريجا، مثل ما كان عمار بن يخلف، مثل بن ماضي. المهم الرياضة الجيدو جامي كان مستوى متذبذب. رياضة الجيدو من البكري تمد للجزائر ومازالها تمد، و تسمى اللي يشوف يقول لك بالك مستوى تاع رياضه الجيدو كل يوم هي اللي ترفد العالم، هي ترفد الرايه الوطنيه، وفي اي وقت الجزائر تحتاج رياضيين تاع الجيدو تلقاهم واجدين.
الموسم الماضي تقريبا العام الماضي عفوا كان المنتخب الوطني للاشبال انسحب في اخر لحظه من المشاركه في البطوله الافريقيه اللي كانت جرت على ما اعتقد في المغرب. في المغرب وكانت يعني الاسباب كانت بقات مبهمه حول عدم سبب كان ظروف اسمح لي كان ظروف انسحبت كان ظروف ماليه وظروف ما منجمش كيفاش نفصل لك فهذيك الظروف علاش نسحبوا من البطوله الافريقيه. بصح على حسب ما نشوف انايا واش راني نشوف عندنا كيما رياضيين اللي في عمرهم 24 سنه 22 سنه 23 سنه 25 سنه عندهم مستوى دولي كيما زرداني هود كيما كاين زير كاين رباحي كاين بزاف كاين تمار كاين لي زاتلات رياضيين راهم جايين عندهم مستوى ان شاء الله يكون مستواهم عالمي. كاين بزاف لي زاتلات ويسمحوا لي ما ذكرتش اسمهم ان شاء الله نتمنى نشوفهم في بطولات عالميه وبطولات اولمبيه ان شاء الله. شنو نقص هاد لي زاتلات اللي كنت حكيت لنا عليهم ولا اللي نسيت ذكرهم؟ شنو هو العفسه اللي تخصهم فريمون باش يبارسيو ويزيدوا يتالقوا اكثر فاكثر؟ هي تحب تعرف الصح. احنا في الجزائر ما عندناش تدعيم. في الجزائر نهضروا حنايا في الجزائر احنا كاع نحبوا رياضه كره القدم. نحبوا ولا نكرهوا انا نحب رياضه كره القدم نحب نسيبورتي الحراش هذا سيبورتي مولوديه وكل واحد يسيبورتي هي اللي متغلبه على كلش. بصح اللي مد لي ميداي هو رياضه الفرديه ماشي رياضه الجماعيه. فهمتني؟ والحمد لله احنا نتمنى يدعموا هادو الشباب وان شاء الله يفرحوا البلاد ان شاء الله. انت كي تشوف الاعلام تاع الجزائر طالع تبكي بصح ما يحش بهذيك اللعبه ما كاش اللي يحس بها غير الرياضي كيربد الاعلام. بصح ومن بعد كيشوف ما نقص بلاده ما تدعموش تغيدوا بزاف خاطش علاه؟ انت كي تكون راك في المنصه هذيك واقف والغاشي تما ما يعرفوش الناشئ تاعك ما يعرفوش بلادك وكيسمعوا بالجزائري هذه يحب تما انت عرفت بلادك راك سافير للبلد تاعك. فهمتني؟ راك اكثر من السافير ترفد بالاعلام بلادك صافي غرون 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 بليزير. على ذكر الدعم مؤخرا كانوا كرموك في الحراش في الحي ديالك نذكروا بلي انت ابن الحي المدينه العريقه الحراش كانوا كرموك. التكريم اللي كنت نلتو في مدينه الحراش هل هو من طرف السلطات المحليه لبلديه الحراش ولا من طرف الاتحاديه الجزائريه لرياضه التجهيز؟ انا باش ما يخفالكش حبيت نقول لك ماشي ان شاء الله ما نكون باش ما نضر حتى واحد وباش ما نقيس حتى واحد. انا جامي كرموني في الحراش ني رئيس بلديه ني رئيس دائره من اللي كنت جينيور انا بطل افريقيا كنت جينيور حصلت على بطل افريقي وكنت لعبت بطوله عالميه في كادي كنت في الاشبال كنت حصلت ثالث بطل عربي في تونس الحمد لله. على كل حال نحكوا اللي دار لي الحفل هو كارتي في حومتي اسمه كارتي بيلام بوروبا داروا لي الحفل داروه لي ولاد حومتي اللي يحبوني ما داروه لي رئيس بلدي يعني شراو لي باتيسري كبيره انا وصديقي هود زرداني ودارها لنا هذا اسماعيل زرفه اللي نشكره بزاف ونشكر ولاد بيلا نشكرهم بزاف هما اللي داروا لي الحفل وداروا لي التكريم واحد ما دار لي التكريم ونشكرهم بزاف ونشكر خاصه اسمح لي نشكر الجيش الوطني الشعبي كاع القيادات اللي عيطوا لي وهناوني عيطوا لي لبن عكنون وهناوني على التتويج تاعي. بعيدا عن الجيش الوطني الشعبي وبلديه الحراش الاتحاديه الجزائريه لم يسبق لها قدمت لك الدعم ما قدمت الجانب المالي لان المال عنصر مهم في الرياضات الفرديه راك تعرف عطيت لي كيسيون شابه الدعم المالي نديه لي نجيبه بعرقي الدعم المالي نجيبه بعرقي الدعم المالي اللي يعطوه لي من عندي جامي مدوا لي الدعم من عندهم جامي مدوا لي دعم من عندهم لو كان سنتيم واحد من عندهم جامي مدوا لي دعم مالي يعني كما يقولوا الدعم اللي تديه دعم حلايله تجيبه فوق البيصه الدعم نجيبه بعرق جبيني وجامي مدوا لي دعم مالي متني سبونسور ولا عيطت لي قالت لي روح دير بيبليسيتي ندعموك ولا اروح والو ما كاش اللي عيط لي ما كاش. كنت قلت لي دوكا بلي انت تسيبورتي فريق اتحاد الحراش فريق العريق
تأسس 1935. انت طبعا ابن مدينه الحراش. ابن مدينه الحراش. تما انت الياس متابع لرياضه كره القدم. متابع شويه ماشي بزاف، انا خاصه ما نحبش كره القدم وما نحبش العاب الجماعيه، ما نحبهاش، نحب العاب الفرديه، نحب البوكس، لا ليت، جيدو، هذه هي الرياضه اللي نحبها. على ذكر فريق اتحاد الحراش، وانت قلت لي بلديه الحراش ما عاوناتك ما كرماتك، حتى فريق اتحاد الحراش ربما عندك معلومات يمر بظروف ماليه. على بالي على بالي. لاعبين ماشي خالص. صح صح صح. تهرب من طرف الاداره. صح 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 صح. على بالي. شو رايك في هذا الشيء؟ والله غير شيء مؤسف، شيء مؤسف. على شيء مؤسف؟ خاطش ما يخفالكش في الحراش، الحراش الحراش ما يخفالكش، الحراش عندنا ناس معروفين بزاف في الحراش اللي كيما حنا نقولوا على بالك ما يخفالكش بلي واد السمار راهي اكبر منطقه صناعيه اللي تدخل المال للجزائر، وما يخفالكش بلي عندنا الواد الحراش اللي سماوه واد الجزائر، دوكا كان واد الحراش ومن بعد سماوه واد الجزائر، اللي حيولي يدخل مال كبير للجزائر ويولي ان شاء الله تولي منطقه سياحيه. شيء مؤسف الحراش تمر على هذه الظروف، ونتاسف نتاسف بزاف على الجوار تاع البالون ولا الرياضيين الاخرين اللي ما طاولهمش المال تاعهم ما خلصوهمش. يا خويا الياس بو يعقوب القدوه تاعنا وبطل كبير، نتمنى له كل التوفيق والنجاح في المشوار تاعو الرياضي. والعلاقه بيناتكم في المنتخب الوطني باعتباره قائد للفريق؟ علاقه اخوه ومحبه القدوه تاعنا برا والداخل، شغل خونا الكبير. الان راح نعطيك اسماء وانت في كلمتين ولا ثلاث كلمات تقول لنا كل حاجه على الشخص اللي راح نسميه. اول شخص نبدا لك به نور الدين يعقوبي. نور الدين يعقوبي غني على التعريف ومدرب تاعي، وكي تهضر لي على نور الدين يعقوبي نحب نبكي انا، كي تهضر لي على نور الدين يعقوبي ما بالك ندير واحد ربع حصص عليه وما يكفوش. عمر بن يخلف. عمر بن يخلف راك شغل واحد هضرت له على بابه وزاد هضرت له على يمه. تسمى دوكا واحد تهضر له على بابه يشكر بابه، وجيت تهضر له على يمه يحب يمه، تسمى هضرت لي على زوج نحبهم بزاف ما عنديش واش نقول لك فيهم. حكيم صحراوي. حكيم صحراوي، حكيم صحراوي راه خويا، راك هضرت لي على الناس اللي نحبهم بزاف. ياسين سليمي. ياسين سليمي المدرب تاعي اللي نحبه بزاف، وجوز معاه دي سوفونير ومازال المدرب تاعي، ونتمنى له ان شاء الله في المشوار تاعو ان شاء الله يتمنى له ينجح ان شاء الله. واكثر اللي غير انا الناس نحبهم، ما جبتليش الناس اللي نكرههم، وانا ما نكره حتى واحد على كل حال، قلبي كبير. مسك الختام يقول لك الوالده الكريمه. اوه حكيت لي على السبونسور تاعي، هي سبونسور، انا ما عندي سبونسور في الجزائر، ما كان سبونسور تاعي هي سبونسور تاعي. انا العجوز يما كي تقول لي روح يا وليدي راك رابح، على بالي بلي نغلبهم كاع، ما كانش اللي يغلبني فوق الارض. خاصة بلي الوالده ديالك، نذكروا المشاهدين الكرام بلي انت كبرت يتيم الاب. ربي يرحمه. الوالده ديالك لعبت دور كبير في الوالده تاعي لعبت دور كبير 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 بزاف، ما ينجمش يتصوروا. قلت لك ما يحس بالجمره غير اللي كواتو، تسمى الانسان ما عاش هذيك المرحله ما ينجمش. الوالده تاعي واش نقول لك، بالك صحابي لي بروشيه يعرفوني، تعيط لي شاك فوا، تعيط لي دي فوا 10 خطرات في النهار، وين راك مع من راك، واش راك دير واش ماكش دير، اي عبسه نديرها راهي معاك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الياس بو يعقوب غني عن التعريف، هو في المنتخب الوطني العسكري وفي المنتخب الوطني يعني الجزائري، عنده يعني عنده قدرات وامكانيات كبيره، ما يخفالكمش انه هو يعني لو ليدر شيب تاع المنتخب، قائد الفريق. آخر بطولة إفريقيا اللي عملناها في مدغشقر يعني حاز على الميدالية الذهبية، وفاز على في النهائي على يعني تعرفوه درويش رمضان لميدالية برونزية في بطولة العالم. حتى الياس يعني بو يعقوب هو كان طلع منصة
التتويج، واختها مرتين ميدالية برونزيتين بطولة العالم العسكرية، وكانت أهل الألعاب الأولمبية، وما زال عنده مشوار مشواره في مشواره الرياضي، وأنا متأكد أنه إن شاء الله راح يتألق لو نشوف رياضيين. يعني هو أخذ ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا، والمنافس العنيد تاعو الأذربيجاني الخان مامادوف اللي خدا ميدالية ذهبية يعني أسبوع من بعد في بطولة أوروبا. ما يخفى لكمش أنه العمر ديالو 37 سنة، وكي نشوف مع الياس بو يعقوب اللي في عمره 33 سنة. يعني إن شاء الله واش نتمناه له؟ نتمناه له أنه يكمل في هذا المشوار مع أصحابه، يقود المنتخب لكأس العالم اللي راه الجزائر متأهلة في كأس العالم، يلعب الفردي وراح يكون قدوة ديالهم إن شاء الله. نشكرك كي استضفتنا هنا في مدينة المدية اللي نذكروا لك. لا شك على وجه، لا شك على وجه. لا شك على وجه. الكاميرا قدامك وتقدر تقول كلمة أخيرة للمشاهدين قناة الهداة. وش نقول؟ السلام عليكم على كل حال. نشكركم انتوما، نشكركم ماشي انتوما تشكروني، انا نشكركم اللي جيتوا لعندي حتى المديه وشقيتوا، راهي بعيده مديه على الالجي، جيتوا حتى لهنا وقعدتوا فطرتوا معنا وريحتوا، نشكركم بزاف، نشكر قناه الهداف ونتمنى لها النجاح ان شاء الله، ونشكر قالي عاونوني، ونشكر قالي على كل حال قالي دعموني من بعيد ولا من قريب، ونشكر بزاف قيادة الجيش الوطني الشعبي اللي كانوا معايا، ونشكر النادي تاعي جي اس بي، ونشكر نشكر ولاد الحراش، ولاد الحراش نشكرهم كاع، ونشكر كاع الجزائريين 48 ولاية، وان شاء الله تجوزوا رمضان كريم، ان شاء الله نتمنى لكم رمضان كريم، ونتمنى ان شاء الله للشعب الجزائري نتمنى له الهنا، وان شاء الله بلادنا تريح مهنية، وان شاء الله نتمنى لبلادنا ان شاء الله نتمنى لها كل خير ان شاء الله، والسلام عليكم. يا مخلوفي يا حبيبي يا مخلوفي، the winner is